قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها. وكشفت البعثة الطبية المصرية أن الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات بمكة المكرمة وصل عددهم حاليا 163 وحالتهم مستقرة. على خلفية إصابة ووفاة العديد من الحالات، خلال تواجد ضيوف الرحمن لأداء المناسك بمشعري عرفات ومنى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي يعد معظم من الحجاج غير النظاميين أصحاب الزيارات الموسمية، قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور عمرو رشيد رئيس البعثة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة والتي يحجز بها العديد من الحجاج المصريين للإطمئنان عليهم والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. ابتدينا الزيارات الميدانية للإطمئنان على المصريين المنومين داخل المستشفيات. الحمد لله الأمور طيبة بالنسبة لكل الناس المنومة، في جهود مبذولة من القنصلية المصرية، جهود مبذولة من الصحة السعودية، جهود مبذولة من البعثة الطبية، وطبعا كل ده عشان يتم الاطمئنان على كافة المصريين الموجودين داخل المستشفيات. معظم الحالات منومة داخل المستشفى بقالها تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة. الحالات كلها الحمد لله بتتمثل للشفاء، في حالات كتير الحمد لله كتب لها خروج هتخرج النهارده، في حالات مازالت تحت الفحص والعلاج الطبي، والحمد لله الجهود مستمره وان شاء الله كل الحجاج يخرجوا وكل المصريين يكونوا بسلام باذن الله. الحقيقه يعني احنا لقينا جهود كبيره من القنصليه المصريه هنا، الدكتور عمرو كان حريص جدا على جميع الحجاج المصريين، الزيارات مستمره للاطمئنان على جميع الحجاج المصريين، الحمد لله هم في يعني يلقوا كل الرعاية الطبية، فهذا فضل من الله ونعمة، ونشكر الله على أن يسر لنا خدمة حجاج بيت الله الحرام. حجاج المصريين هنا يلقوا جميع الدعم وجميع الإمكانيات هنا مسخرة لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام. الحجاج المصريين الآن يتمتعوا بصحة وعافية، تم الاطمئنان عليهم من بعثة الحج المصرية، ويلقون جميع الرعاية والممكنة المقدمة لجميع الحجاج. ما يقرب من 300 حالة محتجزة بمستشفيات مكة المكرمة، معظم تلك الحالات هم أصحاب الزيارات الموسمية، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة، ويتم خروجهم تباعا بعد إتمام خطة علاجهم. مرينا على مجمع ملك عبدالله الطبي، مرينا على مستشفى النور، مرينا على مستشفى الملك عبدالعزيز. حقيقي كل مستشفى فيها عدد من المرضى المحجوزين، الغالبية العظمى المرضى المحجوزين هم من بعد الحج، مرحلة من بعد الحج، يعني بقالهم يومين وثلاثة. أغلب كل المرضى الحمد لله ما عندناش حالات خطيرة خالص، احنا مرينا عليهم وتابعنا حالاتهم حالة حالة. أغلب المرضى بيبقى مرضى عندهم إجهاد حراري، عندهم ضربة شمس، في بعض المرضى طبعا من التبعية عندهم سكر أو ضغط. الفريق مرور خاص بالمستشفيات الحمد لله متابع حاله حاله، وبينزل يمر عليهم مرتين يوميا لمتابعتهم، متابعه استخراج اي اوراق محتاجينها لمتابعه الحاله. جدا المريض راح حضر النسك ورجع تاني وفي المستشفى، فده رفع من روحهم معنويه جدا جدا. جهود مضنيه وطارئه تبذل على مدار الساعه بالمستشفيات السعوديه لعلاج وانقاذ حياه ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لاتمام شفائهم وعودتهم سالمين غانمين لارض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.